عن اللجنة الوطنية للانتخابات في موريتانيا تقدما مبكرا للرئيس محمد ولد الغزواني مع بدء فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية. وقالت اللجنة الوطنية للانتخابات إنه بعد فرز حوالي 4.3% من الأصوات في أكثر من 200 مركز من أصل 4503 تقدم ولد الغزواني بالحصول على 45.9 من الأصوات. هذا اليوم اللي هو يوم الاقتراع على على خيارات احد المرشحين من طرف الشعب الموريتاني على انه يعود يوم ديمقراطي بامتياز. الشفافيه هي الفصل. انطباعات جيده ولا هي الموقعه حقيقه وحكم. مكاتب ما شاء الله في شكل من التنظيم جيد والاقبال ما شاء الله لا باس عليه ولا فهم قدر من الشائعات اللي الهدف منها زعزعة العملية الانتخابية وعلن تعود الزرق مخيوف عليه. والحمد لله والشكر لله ظهر للناس على أنه ما هو صح ولا قد الصح. الانتخابات الحمد لله فات لها بعد ما شاء الله انطباعات عنها جيدة والناس كاملة هي أخوت ما فهم شيء. المواطن الشعب بعد ما بيناته مشاكل. أكد الرئيس الموريتاني المنتهي ولايته محمد ولد الشيخ الغزواني على التزامه بنتائج الانتخابات وشدد على أن الكلمة الفصل في الانتخابات تبقى للناخب الموريتاني. نجدد كذلك حرصنا على أن تكون هذه الانتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية والتزامنا التام بذلك النتائج اللي لها تفرز إن شاء الله. وتبقى الكلمة الفصل للناخب الموريتاني باش يحدد لمن يقرر أنه يسند قيادة الوطن للسنوات الخمسة المقبلة. وفي البداية وفي النهاية يبقى الفائز الأول هو المواطن الموريتاني والشعب الموريتاني والديمقراطية الموريتانية.